الآلية وستشكل بإذن الله تعالى الذكرى العاشرة لإطلاق ثورة الجنوب بداية العمل الوطني التكاملي التشاركي والمؤسسي المنظم، وستكون هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عند مستوى الثقة التي منحتموها له. فهبوا جميعا إلى العاصمة عدن في الذكرى يوم 7 يوليو 2017، هبوا للدفاع عن قضيتكم العادلة بصوت السلم والسلام، لتعلنوا للعالم استمرار نضالكم ومواصلة تقدمكم لتحقيق هدفكم وإسعادة